نبدأ هذا اليوم. هو يوم كبير عند النادي الرياضي البوليتري، حيث يلتقي السيد علي الرماش ومكتبه المسير مع مكونات النادي البوليتري من آباء وأولياء اللاعبين، وأيضا مع وسائل الإعلام في إطار التواصل كما أكد ذلك في كثير من المناسبات للانفتاح على وسائل الإعلام. اليوم أيها الحضور الكريم، اليوم سيكون يوما استثنائيا في المشهد الكروي داخل النادي البوليتري. اليوم سيعلن السيد الرئيس عن التشكيلة أو الهيكل التقني الجديد الذي سيقود الفئات العمرية للنادي الرياضي البوليتري، وأيضا هناك شراكات سنعلن عنها في هذا اليوم الذي سنسميه اليوم الدراسي واليوم الاحتفالي داخل النادي الرياضي البوليتري. كما ترون في هذه المنصة أيها الحضور الكريم، حضور أسماء وازنة، أساطير في كرة القدم وفي مجال التدريب. نرحب ببداية بالسيد عزيز العامري المشرف العام للنادي الرياضي البوليتري، ثم السيد عبد القادر يومير مكلف بمهمة داخل الإدارة التقنية بفريق النادي البوليتري والذي سيتحدث عنها في مشروعه الذي سيقدمه لكم، ثم أسطورين كبيرين يشكلان قائمة كبيرة للنادي الرياضي البوليتري، الهداف التاريخي للبطولة الوطنية والنادي البوليتري الأسطورة سي محمد البوساتي، وأيضا صانع مجد الفريق الوطني والنادي البوليتري الحاج سي نوردي بوحيوي صانع ملحمة المكسيكو 1986. كما تعرفوا اليوم حنا بغينا مشينا تنشتغلوا في التشخيص وانا حطينا يدينا واصبع ديالنا على المشاكل اللي كاينه في النادي. اليوم كما تعرفوا اليوم بدينا بغينا نتحولوا من جمعيه رياضيه لشركه رياضيه، وبغينا نعاودوا نهيكلوا ونطوروا المنتوج ديالنا. دونك اول شيء بدينا به هو اول حاجه بالفئات، جبنا مشرف عام اللي هو السي عزيز العامري مع ليكيب ديالو، راه نتوما عارفينها. بالنسبة للمشروع ديالنا مع السي عزيز العمري هو يطور لنا المواهب ويسقل لنا المواهب باش نقدروا نطلعوا مواهب ليكيب بريمير، وعندنا معاه واحد المشروع من هنا ثلاث سنوات هذا يقدر. بغينا السي عزيز العمري يعطينا واحد 85% ديال النادي ديال اللاعبين يكونوا من الفئات العمرية ديال نادي القنيطري، باش نعاودوا نحيوا ذاك الروح والأمجاد إن شاء الله أترافير ليدونتيتي ديالنا اللي هي المرجعيه ديالنا اللي هي اللي تنشتغلوا عليها اليوم باش نحطوا هذا المشروع الرياضي. هذه بالنسبه للشبان. كاين النقطه الثانيه هي اشتغلنا اليوم على تحول من جمعيه رياضيه لشركه رياضيه، وتعاقدنا مع اليوم عملنا واحد ثلاثه شراكات مع شركات رائده في المغرب. اول شراكه كانت هي في المجال ديال الاتصال والتواصل، دونك عقدنا الشراكه الاولى مع شركه ديال يدينا المصاحبه والمواكبه باش ننزلوا المشروع ديالنا. الشركه الثانيه هي في مجال التسويق والماركتينغ، حتى هي يدينا المصاحبه باش نقدروا ننزلوا واحد الاستراتيجيه ديال العمل في الماركتينغ. الشراكه الثالثه اللي هي في مجال الاداري والتدبير الاداري والمالي والمحاسباتي، باش نقدروا اليوم نكونوا حنايا يعني اون ريفيرونس ناسيونال في زيرو ديغام كاش. اليوم خصنا نخليو لا تراسابيليتي لكل شيء، هذا هو الهدف اللي اليوم حنا تنشتغلوا عليه. وكاين لاكس التال اللي هو الثالث اللي هو المستشهرين. اليوم عقدنا جوج شراكات مع مستشهرين جدد اللي فيهم شراكات تقريبا ب 30 مليون للسنه لمده 4 سنوات. الحمد لله هاد الشراكات اليوم كما تعرفوا الحمد لله الناس المدينه والغيرون على المدينه كلشي ولا تيلتف معنا باش ينقذوا النادي القنيطري من الازمه ومن السكته القلبيه اللي كتعيش. وهذا نداء ليكون لكل غيور من المنبر ديالكم، كل غيور على المدينه وعلى فريق المدينه باش كلشي يلتف باش ننقذوا هذا الفريق. هذه بما يخص الشق التسويقي والشراكه. الشق اللي هو الرابع اليوم كما تعرفوا في التشخيص ديالنا شفنا بعض الفئات، شفنا لو مونك اللي عندهم في بالنسبه للالبسه الرياضيه. دونك قلبنا على ماركه اللي وقعنا معها شراكه لمده 5 سنوات باش نقدروا تيكيبي لينا جميع الفئات من ليكيب بريمير حتى كاع الفئات العمريه ديال النادي. وهذه في حد ذاتها تنعتبروها يعني واحد البادره طيبه منا ومن المستشير، واللي توا ان شاء الله غادي نتمنوا من الله باش نكونوا عند حسن الظن ديالو ونمثلوا ليه الماركه ديالو احسن تمثيل.
هذه من جهه. من جهه اخرى يعني اليوم كما تعرفوا منين كان عندنا مشروع ديال الكاكستور. اليوم باش تعرفوا باش نقدروا نديروا كاكستور كان خصنا واحد المنتوج، وهذا المنتوج اليوم اللي حنا اليوم تنشتغلوا واحد العمل زعما مضني مع 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 المستشار الجديد اللي عامل الماركه ديالو باش نقدروا ننزلوا يعني اقمصه ونديروا عده منتجات اللي تكون يستافدوا منها الجماهير القنيطريه لا داخل المغرب لا خارج المغرب. وحنا عندنا يعني حتى لا ليفريزون غادي تكون ا دوميسيل، غادي نبداو بالستور ديال سوغ الشبكه يعني على الانترنت. وحنا دابا في الدراسه ديال 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 لي ستور اللي غادي يكونوا فيزيك اللي غادي يكونوا في وسط المدينه ان شاء الله. حنا دابا في الدراسه ديال بزاف ديال القنوات باش نقدروا نختاروا لي ستور اللي غادي ان شاء الله غادي يكون مبيعات مباشره يعني في في المراكز التجاريه ان شاء الله. الهدف هو اولا نرجعوا للنادي القنيطري القيمه ديالو اللي كان يعني في الثمانينات وفي الستينات وفي السبعينات. ف النادي القنيطري فريق اللي هو فريق ديال الكره الجميله، الكره اللي كانت كتقرب جميع المغاربه. فهاد الصنف ديال هاد الكره ديال النادي القنيطري غبر، خصنا نرجعوه. هذا هو الهدف ديالنا اللي كنأكدوا عليه، هو نرجعوا الكره الجميله والكره اللي كانت في المستوى ونطلعوا لعابه ان شاء الله اللي يكونوا في المستوى ديال اللعابه اللي كانوا مثل بوسافي مثل بوحياوي مثل جمال مثل عزيز مثل هاد اللعابه قيل الله يرحمه، هاد اللعابه اللي حوات هاد اللعابه كلهم اللي هما خرجوا غير من المدينه غير من لي كارتي دون لا، وكانوا على يد المرحوم الصويري. فاحنا الان غادي نحييو هذا البرنامج اللي كان غادي به الصويري بهذا مسعود اللي كنتي الاسم ديالو. فهذاك الانسان راه يوميا انا وياه يعني في التدريب دائما كنجلس انا وياه وكنذكروا وكنشوفوا المستقبل ديال الفريق من ناحيه الانتدابات من ناحيه التلقيب. وغادي نديروا واحد التلقيب باش كما قلت لك غنديروا ليه انفورماسيون، لان كما قلت لك هو ان لو فوتبول دو ماس هو لي كارتي ولو فوتبول ديليت هو اللي كيولي في الفريق الاول. يعني هاد المرحله ديال بين التنقيب وبين يوصل كاينه واحد لا فورماسيون يعني التكوين لابرونتيساج اللي غادي نقوموا به. والحمد لله عندنا اطور اللي هي لعبت كره كبيره وعندهم دي ديبلوم، وباقيين غادي نزيدوا ندير لهم تكوين اللي غادي يتجه في الكره اللي بغينا في قنيطره.